سفرة بترحب بالسادة المشاهدين في كل مكان، اهلا بيكم ومرحبا في برنامجكم الشيف. النهارده الخميس، يعني احنا طلعنا من العيد كل سنه وانتم طيبين، كلنا واتبسطنا وطلعنا من نيير وراس السنه. عايزين نعمل حلقه خفيفه بنقول عليها مقبلات، اللي هي الايبرتيف او الفيرست كورس او ابي كايزر، يعني حلقه تكون فاني وخفيفه وفي نفس الوقت تبقى ممتعه. اول وصفه كريستال عندنا، عندي أجنحة دجاج بالبسترمة، نشوف مقدمنا ونشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي. عندي أجنحة دجاج وزيت عباد الشمس وملح وفلفل وكزبرة مطحونة، بابريكا وشطة ودقيق وبسترمة، وعندي بصل وتوم وليمون وخل ودبس رمان وكعب مرق وشقشق مية. هنعمل ايه؟ كله هنعمله حاجات بسيطة خالص وجميلة، وهنشوف حضراتكم دلوقتي هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عندي حبة كزبرة ناشفة، حبة شطة، حبة بابريكا، عندي عصير ليمون، ملح وفلفل، معلقة دبس رمان. كل الكلام ده كده اهو، يبقى هنجيب بولة واسعة شوية، نضرب دول في الخلاط، حبة التوم دول اهم، نعم شوية تاني، طيب كده نفضيهم هنا. سنة خل، كله اهو، شيل دول على جنب. ادي اجنحة الدقيق بتاعتي، كده دي اجنحة. عندي زيت بيقدح سخن جدا، ده الخليط بتاعي. بتشرب الطعم ده عندي. بعد كده عندي الدقيق، نشوف دلوقتي حضراتكم هنعمل ايه. ادي جناح الفراخ، ابدا اقلي، هسويه على مرحلتين. المرحله الاولى كده،
النهاردة حلقتنا كلها مقبلات، يعني فواتح للشهية، ولكن ما نتلككش عليها ونقول فين المين كورس اللي هو الايه الطبق الرئيسي. لكن انا هولد مقبلات باخد حتة او اتنين، مش هعمل كيلو. لكن واحد مثلا زي عمنا المخرج النهاردة يجي يقول لي عم فين الاكل، انت جايب لي ده مقبلات. وطبعا احنا عارفين طبيعي عم محمد الحلواني بحب يهبر، ما بحبش الايه يعني بخش دايما في الموضوع يعني. ولكن لسه هستفسر تقول لي مقبلات ومش عارف ايه، لا انا عايز اخش في الغريق. طيب دولت انا هنحتاجهم كده، نعم يا باشا. حاضر يا فندم، تحت امر سعادتك. حاضر، تحت امرك يا فندم. ده يا فندم تحت امر سعادتك يا فندم. نقدك نقدر نقول لا، واحنا نروح كده 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 يعني. كل ده محتاجه، كل ده محتاجه. ده حبه الدقيق عشان هو بيقول لي خليك دقيق في كلامك. طيب كده عايزها لونها جولدن عشان تبقى مقرمشة وحلوة. حلو الكلام، كل الكلام ده جميل، كله ده جميل. يلا بقى نحط حبة زيت عباد الشمس كريستال اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البصل اهو، عايزها كريسبي وحلوة، عايزها كريسبي وحلوة كده اهي. دي البسترمة بتاعتي، بستخدمها از جارنش اهي. مش عايز افرمها، عايزها هشة كده. ادي حبة الزيت هي كده كده كلها توم، مش محتاجة توم. توم لبسترم، توم لبسترم يا باشا. طبعا انت عايز ايه؟ عرق بسترم. بصوا الخلطة دي اهي، هنحطها فين بقى يا عم ابراهيم؟ اهي. نعم عم محمد افندي، استاذ محمد افندي. كده مش عايزها تتحمر قوي. نشوف بقى هنا كده هنعمل ايه. بموت البصلية بتاعتي، اديها معلقة سكر. شوية سكر كده، لا وحياة النب بتشك فيا. اختش عليك، اختش كده. ادي الفراخ اللي احنا
حمرناها اهي. كده ثوم بالليمون بالخل، ادي البسطرمة دي، بابريكا، كردمون، شطة، شيلي باودر، دبس رومان، شئشاء ماء، لما بتبقى كريسبي يبقى ليها طعم جميل جدا. بدي شوية مية مش كتير اهم، نشيل كل الكلام ده كده. النهارده حلقت كلها مقبلات، يعني ابرتيف، ابيكازر، فاتح الشهية، انا شخصيا بعشق حاجة اسمها اجنحة الفراخ. ليه؟ بيبقى لها طعم جميل جدا بحبه. نعم يا فندم؟ هنعملها محشية. حاضر يا فندم، بس كده على عيني. الناس الرياضة بتقولي تعرف تحشي الفراخ دي؟ قلت لها حاضر يا ست رضوى، وانا هحشيها لك على عيني وراسي، بس كده. غالي والطلب رخيص كده كده اهو. كده يا جماعه انا حاسس الدنيا عامت مني، وما ينفعش الكلام ده. طب تديني ثانية كده. عملت ايه يا جماعة؟ شايفين اللي انا عملته ده؟ الجريس بتاعي اهو، اشيله اهو كده، بدل ما يبقى زيت نازل وبينزنز وبتاع وحدوته. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اوعوا تغيروا المحطة، اوعوا تروحوا اي حتة. كوارات اللحمة بالشبت ازاي؟ بلا هنشوف محرر. عندي لحمه مفرومه، ملح وفلفل وبيض وبصل وتوم وفلفل احمر، كريمه لباني، مكعب مرق، ساور كريم او كريمه لباني، طماطم فريش، طماطم بوريه، شبت ودقيق، وعندي زبده، بقسماط وزيت. مقاديرها كتيره ولكن هي مش عويصه ولا حاجه، هي سهله قوي. عندي توم مفروم
بديها برضو حتة بصلاية كده عشان تبقى طعمها حلو معايا. كده نص بصلاية نعمل كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. العنصر الاساسي عندي شبت، فهعمل منه صوص واخد منه شوية جوه الصوص. باخد دول كلهم كده اهم اهو. اخد الدل الشبت اهو هنا افرم دول بقى عشان اعبيهم الصوص، اعبيهم للصوص. الشبت ريحته نفاذة وجميلة جدا، بتعجبني في الاكل، تعجبني اكتر من كزبرة اهو. هنا اللحمة بتاعتي دي ببدأ اشتغل كده اهو. طيب كده يكون في دايما عندي بهارات للكفتة مثلا كده، خد لها شوية بهارات عندي. الله، شوية بهارات عندي اهم. كده واحد بيضة معلقة بقسماط معلقة بابريكا شوية مش كتير، لسه عندي الملح والفلفل، شوية ملح شوية فلفل. أكمل ممكن اعملها بوجد. يعني ايه بوجد؟ يعني ممكن اعملها مقلية ممكن اعملها مسلوقة، عندي حل من الاتنين، ما تفرقش عندي دي او دي، كله عندي بيشتغل كده. بحاول اقلبها يا حلاوة. لو انا هعملها بصلصة بيضة خلاص، لو انا هعملها بصلصة بيضة لازم اعملها بوجد. بوجد يعني ايه؟ يعني مية بتغلى على النار واسقطها فيها. ولكن لو هعملها في صلصة حمراء فعليا اديها زي ما عايزة، ما تفرقش عندي، ابرنقها زي ما انا عايز. كده عندي هنا شوية دقيق شوية بقسماط. ليه بقى دقيق وبقسماط؟ عشان تطلع
طعمها جميل. طيب ناخد طبقة تاني كده اهو، نطلع العجينة بتاعتي اهي. حاضر يا فندم، نطلع بالسلاح صح. اهو طيب نرجع بقى نعمل ايه؟ نشيل ده كله ورا ونجيب بوله زي دي فيها ميه كده اهي، يدوم اول دول يا عم جمال. اتفضل معانا، اتفضل يا راجل. واللي بعدك يا عم محمد. عايز يخش مع مين يعني؟ ما يرضاش يخبط الا الراجل بيخش على طول. انت مش عارف ده جاي منين؟ قول له يا ابني انت منين؟ معايا كده يا عم محمد؟ هو راح فين يا عم محمد؟ يا جماعة المخرج كان معانا فين النهارده؟ قوم بقى ايه؟ روح جايب اخر واحدة اهي ونبدأ نشتغل. نلزق نجيب طول على جنب كده اهو. يبقى خلصنا من البرنقة اهو، عندي زيت غزير وسخن اهو. المخرج بيقول لي هي مش دي داود باشا برضه ولا انت بتسرح بينا؟ والله يا عم انا بضحك عليك ولا حاجة، ده موضوع وده موضوع. كله شغال ما تقلقش عليا. طيب كده هنا زي ما حضراتكم شايفين نجيب بقى حله كده او نجيب حاجه طاسه احسن، طاسه على النار نشيل بقى كل الكلام ده.
خلي حبه البابريكا دول كده هنا، نشيل ده، برنقت اهي. طيب اجيب لك حبه تاني واعملهم غرنشه ولا حاطط نشا؟ يا راجل اللي وقف على الواحده نشا عيب على اخوك. طيب نروق نفسينا بقى عشان المخرج كان مقيل شويه وقام، فهيقوم بقى وايه ويفتح صدره علينا يقول لي انا اتطت في رطه والتم في الرغيف. نشوف بقى هنعمل ايه مع حضراتكم دلوقتي. ادي نص البصله اللي عندي اهو، فصين توم، مش كتير اهم كده، هو عم محمد حوالي جه النهارده ولا ما جاش يا اولاد؟ طيب كده هنا ادي البصلايه مع التومه ماشي، ما هو كله ما انت مفكر احنا جايين ليه؟ ادي حته زبده، مش هقول المخرج قال ايه دلوقتي عشان حضرتك ما حدش يزعل منه، قول انت كنت شغال نصاب قبل كده. ماشي يا حبيبي، ما انا بحبك اعمل فيك ايه. ادي مكعب مرق، نشيل بقى كل الحاجات دي من هنا. اهو صلى على النبي، اروق مكاني الاول واطلع فصل ولا اطلع فصل واروق مكاني؟ حاضر، هستأذنكم واخد فاصل وارجع لكم تاني. اقعدوا على المحطة واروح بيت. حاضر، رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل ونشوف دلوقتي هنعمل ايه مع حضراتكم. عندي الصلصة اهي، نديها لفه كده بسيطه. بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايز حبيبات الطماطم تبقى بس. نخش تاني على النار. الأساسي عندي الدل، الشبت، الشبت اسمه دل بعد عنك بلغتنا احنا، عندك حق. فصين زبده، بعد كده ادي كورات اللحمه، اللهم صل عليك يا سيدنا محمد. اسيبها بقى تهدى على النار عليها كده،
اديها شيء اشياء ميه. طول ما بتفوقع كده بتعمل فوقيه برا يبقى لسه عايز لها شويه ميه. كده كده الجرج بتاعها اهو، نجيب الطبق بتاعها جنبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يسامحك. طيب عندي فطائر الربيع. طب احنا ازاي في الشتاء ونعمل فطائر الربيع؟ هي اسمها سبرينج رولز. النهارده لما اتفقنا مع حضراتكم بنعمل مقبلات الطعام. طب السبرينج رولز دي طقوس معينه ما بتمشيش معايا. هو حبه خضار، فلفل الوان، توم وبصل، كروم احمر، كل دوت بيتقطع جوليان، يتاخد سوتيه مع فص توم مع مكعب مرق مع شويه صويا صوص اوسترا صوص جنزبيل وبنفوق. اقول لك ده ايه اللي بنقول عليه. لكن النهارده انا بقى بجدد بتحركم معايا واحد قور هيقف لي على الواحده يقول لي لا ده غلط وده صح وانا مش ناقص وجع دماغ. يبقى اعمل الصح وخلاص وامري لله. فطائر الربيع اختشي عشان كده كده يعني. طيب السبرينج رولز بالدجاج والطماطم المجففة، زيت، كرنب احمر، جزر، مفيش خيار، بصل، بصل اخضر، مشروم، طماطم جافة، ملح وفلفل صدور دجاج. توابل السينا عبارة عن توابل السينا عندي عبارة صويا صوص اوستر صوص سمسم زيت سمسم، عندي افوكادو عصير ليمون. ماشي كل الكلام ده شغال شغال. ادي البصلاية وتعالوا نشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. زي ما اتفقنا ان احنا بنتنطط بقى ونتحرك ونعمل ان احنا بنعرف نطبخ، واحنا بنعرف نطبخ ولا حاجه. طيب كده بصلايه اهي، جنزبيل، ثوم، اهو طاسة غويطة. كسرناها كده. كده. نبدأ نشتغل ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. طاسة غويطة على النار اهي،
ابدا اغرف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا مع حضراتكم النهارده مقبلات الطعام. طالعين من العيد بقى كل سنة طيبين. واكلين لحمة مبسوطين. زي الفل. عايزين ناكل نقنقة بقى والنعنق. جاست تاتش يعني ايه؟ لطشة كده من صور الكريم. جاست تاتش. المخرج مش عاجبه كلامي. بيقول لي مش عايزك تشتغل تاني معايا. ورغم انا بحبه. ده صار كريم عندي. زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ بقى نعمل السبرينج رولز. هو لازم البصل بتاخد جوليان وكل عشان بس ايه يبقى عارفين احنا بنعمل ايه عشان ما حدش يزعل مننا. حبة زيت. ده زيت سمسم اهو. وانزل بالايه بالبصل ده. ده زيت سمسم يا عم حلو غالي. هنجيب دي هنا وهنجيب السكينه دي كده ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. نجيب الاول الفراخ بتاعتي. هكسرها بس. كده. اهو. بس هنزل بيها كده. لازم اقلب بسرعه لان لو استنيت عليها ممكن تبقى طالعه لي كلا ايه قطع قطع كلاكيع كلاكيع كلاكيع. واحنا مش عايزين كلكعه. مش هتبقى من هنا ومن هناك. كفايه اللي فوق بيكلكع لنا. ادي المشروم. الاول نحط الساندري طماطو اللي هي الطماطم الجافه. اهي كده نكسر بقى المشروم.
انا مش عايزها مستويه قوي لان هقليها يا جماعه، عايزها نصف سوا. ادي المشروم، مشروم طعام للاكل حلو قوي. طيب كده هنا سبرينج اونيون، مفيش افوكاتو مش لازم افوكاتو، مفيش افوكاتو مش لازم افوكاتو. كده عندي اويستر صوص، صويا صوص، نبدا نفرم دول. كده كله تمام بالصلاة على النبي اهو. يلا عشان نشوف المخرج بتاعنا عايز ايه. هستأذنكم احط بس شوية الشطة دول عشان ايه مضايقني اهم، شوية الجنزبيل دول كمان اهم. هستأذنكم واخد فاصل وارجع الف تاني. كده خلصت العجنة بتاعتي اهيت، هستأذنكم واخد فاصل كرة وقت المكان بتاعي عشان ابدأ الف على طول. فاس وارجع لكم تاني واضغط المحطة ولا تروحوا في حتة. رجعنا حضراتكم تاني بعد الفاصل نعمل سبرينج رولز. في يا جماعة عجينة دي جاهزة في السوق، لو ما لقيناش عندنا في الجلاش زي المخرج ما هيقول لي دلوقتي على اسمه التاني. خلاص ما انا سبقت برضو كده اهو. دايما ايديا باخد مقاسات معينة عشان ما تبقاش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، لازم الاتنين يكونوا مقاس واحد. المخرج بيقول لي بتاخد مقاسات وتعملي فيها مهندس. عم الله خليك، احنا غلابه عايزين ناكل عيش، حرام عليك يعني كده. دي دقيق بعجينه اهوت عشان الحم بيها. بقول لي اجيب لك شويه سوليسيون ليه شغال عجلات انا. ماشي يا عم، ما باخدش منك غير طريقه تشكرني في حاجه. لا اجيب لك شويه كله. طيب شكرا. ماشي يا عم كده. دي عجينة الفراخ مع المشروم مع الخضار مع كل حاجة حلوة اهي. واحنا بدأنا وقلنا دي فطائر الربيع، ولا ربيع ولا حاجة، ده الجو تلج بره. ادينا بتنطر عهدكم يا محمد. محمد
ها ما تنطرش في جاردن سيتي؟ بس محمد متعلم بره. زي ما اتفقنا مع حضراتكم النهارده عندنا مقبلات الطعام. كده سهل جدا. ممكن تحشيها بجبنه موتزاريلا، ممكن تحطي بدل اللحمه بدل الفراخ لحمه، ممكن تحطي جمبري، ممكن تحطي سمك، كل اللي انت عايزاه حطيه، محدش ليه عندك حاجه. انت ربة المنزل، واللي تعمليه اعمليه واللي حداك هاتيه. ولا عندك مخرج حاكنا عليك عيشتك، ولا ايه انه ارزك طول ما انت شغالة. انت حرة في اللي بتعمليه غير انا اهو. ممكن لو فاض منك شويه حضرتك تحطيهم في الفريزر، بس الاول تحط ما بين كل ورقه 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 بلاستيك، كيس بلاستيك، هيعيش معاكي لونج تايم. نعمل ايه بقى يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعلي الزيت، نجيب ده كده ونشوف هنعمل ايه مع حضراتكم. يلا بعمل صدمة واحدة واحدة.
اذكر الله. شايفين اللون الجميل ده؟ اللهم صل عليك يا سيد محمد. كده خلاص
طيب حطينا الفلة، نبدأ نعمل بعد كده، نشوف هنعمل ايه طبق تاني بعد كده. طيب نعم، ها؟ ولا ايه؟ طيب، حاضر يا اخوي. عندي دبابيس الدجاج بالبرقوق والعسل النحل. اخد فاصل وارجع لكم تاني؟ هو جوه المحطة، هو اضربه في حتة. رجعنا بعد الفاصل، ونقول مع حضراتكم دلوقتي عندي ايه؟ دبابيس الفراخ بالبرقوق. انا طبعا عارف ان البرقوق مش هتلاقي معانا في الاكل بتاعنا الشرقي، فخليناها عندي الشيري بيجي اهو مجفف، اللي هو الكريز، قراصيه، قشمشيه، اي حاجه مش مشكله عندنا. عندي المقادير: زبده، توم، دبابيس فراخ، ملح وفلفل، بصل، عسل ابيض، صويا صوص، جنزبيل مطحون، شيشه ميه، قراصيه، ليمون، نشا، ونديها مكعب مرق. تعالوا نشوف هنعمل ايه بسرعه عشان المخرج عايزني اخلص، والورق لازق في رجليا، معلش مش عارف ليه. يلا نشتغل بقى. ادي يلا، اتفقنا مع حضراتكم النهارده اكلات كلها ابرتيف. ماشي ماشي، قول لي بقى كده يا عم محمد عشان بس نبقى صراحه مع بعض، قدامنا قد ايه ونقول مروح؟ 10 دقايق. حاضر كده، مركز الدم بيتحوش تحت العظمايه، نعمل كده اهو عشان الدم ينزل ما يقفش تحت القصبة. كل الكلام ده جميل اهو. نعمل ايه بقى؟ نقول لكم نعمل ايه. هادي زيت، وادي الفراخ على الجلد بتاعها كده اهو. يلا على الجلد. عندي بصلاية ومية كده اهو، thank you.
هذا البصل ده القراصية ده جنزبيل مطحون ده الصويا صوص مكعبين زبدة نشيل بقى كل الليلة دي نحط شوية الأول هنا من النشا دي الفراخ بتاعتي لازم كله يتجانس مع بعضه سنة صغيرة ملح لان انا عندي صويا صوص شوية فلفل العسل النحل نازل على تحت يسكت ده الزبط بقت اخر زبطانه حد طفى النور ده الأجلاسيكو صلاة النبي أحسن
الزنجبيل طالعه ريحته مهيجه الدنيا. كل الاكل النهارده من شرق اسيا جميل وحلو. شوف يا شيخ بقى، والله ما انا اعمل حاجه تاني، لو تطبخ تاني انت حر. ممكن نعمل شويه جرنش، يعني لو ليك مزاج في حاجه تجوشله بالخوف. بشكركم على حسن متابعتكم، اشوفكم ان شاء الله يوم السبت على خير. سلام عليكم.